القوى الأمنية لم تكن في جانب البراءة من هذا الموضوع، يفترض أن تتحمل مسؤوليتها، وبالتالي هناك خلل فني قد يكون وخلل مهني، حيث أن العالم الآن يتعامل بالمعلومة ولا يتعامل بوجود عدد كبير من القوات الأمنية في الشارع. نحن لدينا نقص في هذا الجانب، هو الجانب الاستخباري، ولكن إن شاء الله الأيام القادمة وكما نرى من الاستعداد الاحتفال بيوم الخلاص الكامل من قوات الاحتلال، بالتأكيد هناك ممن يقول أن الجهات الأمنية إن شاء الله أوشكت أن تكون لديها منظومة استخباراتية تستطيع أن توصل المعلومة قبل حصول الحدث. يعني حقيقة تفجيرات هو رسالة من التنظيمات الإرهابية إلى الأجهزة الأمنية بأنه نحن ما زلنا موجودين وموجودين على الساحة. وحقيقة هذه التفجيرات حدثت بسببين، السبب الأول هو ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية، والسبب الثاني هو الخروقات الكثيرة والكبيرة حقيقة في نفس الوقت في قيادات الأجهزة الأمنية. هنالك ضعف في استقصاء المعلومة الاستخباراتية، هنالك ضعف في كيفية التعامل مع هذه المعلومة، هنالك أجهزة أمنية كثيرة ومتعددة موجودة اليوم بأصناف مختلفة وبلباسات مختلفة وبأجندة مختلفة. القوات الأمنية هي محاولة يائسة من القوى الإرهابية تحاول إثبات وجودها لتقول بأنها هي التي ساهمت في إخراج المحتل والقوات الأمريكية، ولكن الشعب العراقي يعلم جيدا أن هؤلاء لم يقتلوا سوى الأبرياء، وهذه الخروقات تستهدف الخواصر الضعيفة وتستهدف الأماكن العامة، وعليه فإن هذه الخروقات سوف لن تعرقل عملية الانسحاب.